اختي شوفي، هذه المدرسه، هذه المؤسسه التعليميه ابتدائيه عموميه لمده عام. انا واحد السيده موظفه كنجيب البنيه ديالي كنحطها قدام الامام الباب تاع المدرسه وكنمشي. كنقول انا راه جبتها المؤسسه التعليميه، يعني مؤسسه تعليميه راه بحال حيتي وليدك من دارك جبتي مؤسسه غيتعلم غيتربى غيتراولي بزاف تاع الحوايج. كنكتشف ان هذه يومين جات عندي البنيه ديالي وعاودت لخوها وعاودت ليا، قالت لي يا امي راه واحد الحارس راه كيتبسل، الحارس ديال البوابه كيتبسل على البنيات، راه مره كيشري لهم فطر، مره كيعطيهم لي بونبون، كل مره باش كيستدرجهم، يعني كيستدرجهم اللور ديال المدرسه فيها واحد الطواليط كيبدا يدير لهم، يعني نقولوا بحال هذاك الشيء سطحي، يعني كاين اللي كيحيد لها سرواله، كاين اللي كيعنقها ويبوسها كيقولها حقا انا بحال عمك، كل وحده وكيفاش كيتعامل معها، ولكن كيستدرجهم كيشري لهم حاجات، كل مره كيشري لشي وحده شي حاجه. ملي جيت انا اليوم كنكتشف ان قبل هذه السيمانه هذه كامله كانوا كيهضروا الامهات تقريبا شي 20 مره، ملي اكتشفنا ان لقينا النص تاع المدرسه تبسل عليها هذا السيد هذا، علاش؟ وليدات تهضروا قدامنا كيقول لك انت خالتي راه جدال ليا وجدال ليا وجدال ليا، لدرجه واحد السيده هو جاره حيت هو ساكن غير هنا اللور، قالت لك في العيد جي عندي كلا وشرب هو ومرته وبنته عندي، لدرجه قالت لك انا كنقول لبنتي وانت سيري مع عمك للمدرسه راه الحارس غيوصلك في الموطور، كتقول لي هلا الدريه كتغوت، يعني الدريه ما بغاتش تمشي معاه، عارفه انه فايت يعني فايت مبسل عليها، خافت على الاب ديالها، خافت على الاب ديالها اللي يمشي يقتلوا ولا شي حاجه ويمشي الاب ديالها للحبس. جات عند الاستاذه اليوم، حنا كنا على برا، جات الاستاذه سولتها قالت لها بنيتي شنو كاين، عاودت الاستاذه كل شيء قدام المدير، قالت لها راه كيفاش كيدير ليا وكيفاش كيدير ليا وكيفاش كيدير ليا. دابا حنايا الحمد لله هذاك السيد راه اعتقل، جاو الجوندارم اعتقل، بقى لينا غير نمشيو نهزوا الوليدات ديالنا ونديروا شكايه. انا البنت ديالي الحمد لله ما تقاصت ما والو، حيت بنتي انا كتقرا في الرابع، هو اكثر كيستدرج بنات التحضيري، التحضيري والثاني اللي صغارين وعلى حسب الام ديالو. واحد البنت كبيره كبيره شويه قولي كتقرا في السادس، علاش علاش قاصه ديك البنيه؟ هذيك البنيه حيت الام ديالها في الخارج، عرف بان كاينه العمه ديالها وما غتهضرش حيت خلاتها عندها امانه. يعني انا دابا سولتها قلت لها بنيتي واش كيقيسك وكيدير، قالت لك اه قالت كيدير قيسني وكل شيء وكيدير لي وكيدير لي. قلت لها وديها هضري قدام الجندرم خاصها تدي بالشهاده ديالها، وقالت لي حقه وانا عمتها وهذه، يعني باقي عندنا هذيك ديال الحشومه عيب الشوها، واخا عاد كبر وما تجوش واقيلا هذه، واش حنا نتسناو واحد السيد تيغتصب لينا البنت ديالنا ويشدها يذبحها ويخشيها في شي بير ولا شي حاجه ونوض نبكي وعاد نبان للصحافه نقول ويك ويك قتل لي بنتي واغتصبها؟ خاصني نهضر غير مجرد قال دابا التحرش غير لفظي، خاصك تهضري على بنتك، ما بالك ببنتك قاصر باقا صغيره باقا بنيه كيدورها، لدرجه انا اليوم اكتشفت ان الطواليط عندهم غير طواليط وحده، ان الطواليط كيدخلوا لها الاولاد والبنات، واش الاولاد ديال السادس غيدخلوا مع البنات ديال السادس؟ يعني حتى هذاك الحارس راه شاف ان هذه المؤسسه راه معلاش واحد الرقابه، يعني بحال نقولوا سايبه، هي جات في واحد المنطقه شويه خارجه واول عام غتحل هذه المؤسسه، يعني حتى هاد السيد انا كيبان لي راه بعقله، يعني خدا دراسه شكون اللي يقيس وشكون اللي ما يقيس وكيف باش يتعامل وكيفاش وكيدير راسو درويش الا شتي، راه انت تحلفي لدرجه هاد الام هادي لحد الان كتقول لك لا راه واقيلا عكدو حقا واقيلا بنتي ولات تكذب على ولات كتكذب في بنتها باش حيت السيد درويش الا شفتي تقدري تقولي واقيلا عكدو بهذا السيد اللي ما يديرش، واش فهمتي؟ وهضرت ام وام وام وام، يعني خدينا هادشي بدل سمعنا بودنينا، غير حضرت الصحافه قالوا بحال كل قانون من القانون كلشي رجع للور، ولكن شختي فين من يجيبوه غيجيبوها في غير فريوسهم. حنا مادام هضرنا انا اللي هضرت من هذا المنبر راه غير بغيت نوصل الصوت ديالي للامهات كاملين في المغرب، حيت عارف حنا الصحافه كتوصل الصوت ديالنا. الا مشيتي ديتي بنتك لمؤسسه تعليميه ما تقوليش انا غنحط بنتي راه حقا غتدخل، قولي بنتي ما تيقيش في الحارس، بنتي ما تيقيش في الاستاذ، بنتي ما تيقيش في المدير اللي قال لك هكا فنيده، قولي علاش عمي عطيتيني هذيك الفنيده؟ ملي نجي عند الام ديالي نقول لها هذاك السيد عطاني فنيده وهاش قال لي واش قال لي، ونمشي نوقف ندير الحد. الا كنتي انت غتسكتي اليوم وغدا تسكت الاخرى والاخرى وصافي نخليو السيد وقال لها تنخرجوا بناتنا حاملين من المدرسه وصافي، وديك الساعه نمشيو وقال انا ما فهمتش، انا والله اختي ما فهمت. بقى اليوم باش كطالبوا كامهات؟ كنطالبوا ان هذا المدير دابا والله يجازيه بالخير، استقبلنا المدير خدا الاقوال ديالنا، دفع ليه الملف دفع ليه الملف ديالو للنيابه، يعني قال لنا انا القرارات انا تاخذت هذاك القرار اللي خصني نتاخذ، بقى عليكم غير نتوما. كان جا اليوم مع ذلك شوفي شنو وقع، وباغي يجي يزاول المهنه ديالو، جا اليوم مع الصباح غير شدوا المدير وخزنوا في واحد البيت باش ما يتلحوش عليه الاباء ولا شي حاجه تقدر واقعه شي حاجه واحده اخرى،
خزنوا تما كينيا ديكلارينا بالجندارم حنايا اللي وقفنا عيطنا على الجريده وداكشي قلنا خاص السيد يتعاقب الا سكتنا على حقنا غادي يخرج غادي يديروا لي غير الطرد ويمشي لوليدات وحدين اخرين راه من درجه انا ملي جيت ندوي مع الناس جيران قال لك واحد الوليد راه كان كيهزوا في الموطور وكيدي بالليل وكيردوا امو حيت ما عندهاش الزوج ديالو ولده بحال كان يسرح يعني السيد راه مريض مريض نفسانيا عنده شي خلل مع الوليدات الصغار كيلبي الرغبه ديالو بالوليدات الصغار يعني وعنده مرته وعنده بنيته ومطلق مرة واحدة أخرى يعني هاد السيد ما عرفش علاش هادوك الوليد الانسان خاصو انا كأم انا هضرت على البنت ديالي حيت كاينه في هاد المؤسسه هادي ما انا كون وقعت لي البنتي غنمشي غنطالب بالطبيب وغنتابع الحقوق ديالها وانا كنتمنى اني ما نسكتش ياخذ الجزاء ديالو يا يتعالج يا يتعاقب وحده فيهم. حارس المدرسه كنت فاجئ بيه كيتحرش بالدراري الصغار كيتحرش بهم هادشي بدا في البدايه ديال السنه ولكن كانوا حالات قلال هذوك الحالات ملي واجهناه قال لك بانني كنحن فيهم بحال وليداتي كيبقاو فيا حيت عنده 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 بنيه ما كيشوفهاش يعني خدينا الامر على اساس انه ربما يقدر يكون عنده فهمتي داك الكيف فراغ هذاك النقص وداك الفراغ كيفرغوا في هذوك الوليدات قلنا ما كاين مشكل شويه كنتفاجئوا كيقول لنا بان التلامذ كيشري لهم العجين كيشري لهم ملونات كيعطيهم فلوس كيستدرجهم يعني كيستدرجهم بواحد الطريقه فنيه وحتى كيعرف انهم دراوش كيمشي لديك الفئه ديال الدراري الصغار اللي صغيره واللي عارفين انهم ما يقدروش يقولوا ما يقدروش يهضروا فهمتي عندهم تخوف هذاك هما اللي كيمشي ليهم يعني تقريبا تحضيري والثاني والثالث والرابع هذا الشيء تكتشف ملي بانوا حالات بزاف كل بنت صغيره ولات كتعاود لما كتقول لها اللي وقع ماما راه انا راه داني للطواليت وها اللي دار ليا وها اللي دار ليا وها اللي دار ليا المهم كاينين حالات بزاف وبحكم المجتمع ديالنا كاينين شي حالات ما بغاوش يبانوا في الصحافه نظرا انتم عارفين المجتمع ديالنا كيفاش كيشوف هذا الموضوع فهمتي دابا السيد المهم الحمد لله انه تم الاعتقال ديالو السي المدير تعاون معنا ما خلاهش يمشي وكل شيء زعما تعاون معنا فهمتي تقريبا نقدر نعطيك الحالات قولي تقريبا الحالات ياك عدد الحالات يكون ما بين ديك 10 11 حاله هادو غير اللي بانوا يعني خلي اللي ما بانش اللي عندهم تخوف الحاله اللي دارت شكايه عند بريغاد احنا يلا غاديين دابا لا بريغاد قال لنا خاصكم تجيبوا الوليدات ديالكم بس نسمعوا الشهاده ديالهم يعني احنا دابا تسنينا الوليدات حتى خرجوا غنهزوهم معنا وغنمشيو لا بريغاد ان شاء الله باش يدلو الشهاده تاهما ديال الوليدات ديالنا وباقي ما عرضوهمش على طبيب او هذا الشيء اللي كنطالبوا به كنطالبوا بجمعيات حقوقيه ديال الطفل كنطالبوا باش يوقفوا معنا ويساندونا باش نشوفوا هاد الوليدات ويجيبوا لهم طبيب نفساني وحتى هذاك السيد اللي تعتقل خاصو اصلا طبيب نفساني حيت اصلا هو ديجا عنده مرض هاد المرض هو كيكون اضطراب نفسي ديال البيدوفيليا يعني كيمشي للدراري الصغار بزاف يعني هاد الانسان الا مشى حتى تطلق دابا غيزرع الفساد في المجتمع وغيزرع نفس الخدمه في الوليدات الصغار هادو راه ولادنا راه كيف ما حارتي على ولدك اليوم غيجب ربي اللي حارب لك على ولدك دي هو ما تحرش به ولكن كان كيتربص به وكان كيبغي يستدرجو كيشري ليه ستيلو وداكشي وشرى لولدي الصغير قصه يعني كان ديجا يعني بحال حتى هما باغيهم يكونوا ضحيه فهمتي يعني انا ولدي غندي غيعطي الادلاء ديالو بان شنو كان كيشري لي وشنو شاف بعيني في الطواليت ياكي حيت انا ولدي عاود ليا شنو كاين وولدي مستعد انه فهمتي الحاله النفسيه هي مدمره ما كنعسوش كنبقاو نتناقشوا الموضوع وكنبغيو نتناساو الموضوع ولكن هو نفسه كيجبد نفسه فهمتي هذا هو المشكل يعني خاص دابا حنا ما غادي نرتاحوا حتى يتاخذ الاجراء الكامل قانونيا ان شاء الله حنا ما باغيين لا فوضى لا والو ما عندناش مشكل مع المؤسسه ما عندناش مشكل كاع مع المؤسسه ولا مع الاساتذه كلشي الله يعمر لهم الدار وكلشي وقف في جنبنا بغينا السيد يمشي يتعالج خاصو يتعالج كنتمنوا حتى من الاطباء النفسيين وبغاو كانوا يقدروا يتطوعوا يعني يشوفوا هذا السيد ماله ويتعالج حيت هو اولا مريض يعني وحنا انسان كنبغيو الانسانيه وبغينا هذا الانسان يتعالج عاد نشوفوا المشاكل ديال الوليدات عاوتاني حيت هما غيكون خاصهم طبيب نفساني ربما باش يعالجوا حيت هذه راه عقده تقدر تكون في اي دري صغير داز من هذا المشكل هذا الشيء علاش كنطالب انهم دابا كل الاطباء ولادنا حيت راه ما هذا الشيء راه يمرضهم نفسانيا مادام واحد المهم اللي كلاه قلبوا على هذا الموضوع واللي ضروا خاطره
خاصو يوقف جنبنا ويكونوا تعليقات تكون تعليقات ايجابيه. المؤسسه وكانوا ساكتين ما تجيش اختي تهضري في الصحافه ولا تباني، سيري غير ديكلاري وقولي الحق وقولي بنتك اشنو وقع ليها، يعني حاولي تدافعي على ديك البنيه ما حد باقا صغيره، خذي لها حقها من هذاك السيد، راه وحش هذاك راه ذئب بشري، مادام كيدي دريه راه اليوم وغدا راه كان غتوقع شي حاجه هنا، مادام هضروا عاد شويه وهضرنا راه خدينا دابا لحد الان راه وقفنا هذاك الشيء، ولكن كنتمنى الامهات الصوت ديالنا يوصلوا يمشي ويهضروا على بناتهم، راه حشومه وعيب ما تعطيش الحق لبنتك باقا صغيره. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.